ما تنسوش ديروا جيم للفيديو وابوني للقناة، هكذا باش يوصلكم جديد لي دور في الجزائر. السلام عليكم، انا الوليد تاع سهيل. هذه الاشاعات اللي في الفيسبوك الله يهديكم خلونا منها. سهيل حقيقه راه ديسباري، مازال ما بانش، بصح مازال ما بان عليه حتى خبر. هذه الاشاعات تاع اللي مات اقلعوها، راكم تكذبوا على الناس وراكم تهيجوا في الناس. الدوله تدبر راسها، الدوله هي رانا عالمينها ومازال ما بنا حتى حاجه. خاصنا هذه الدولة تتحرك، هذه عين الطرق، عصابة كبيرة تاع الشواطئ راهي هنا، تهريب البشر تقتلنا في ولادنا. أنا ولدي راه دروك من الجمعة ما شتحش، من الجمعة من الأربعاء ما شتحش، من الأربعاء اللي خرج ما شتحش. فوكال تاني فوكال اللي رسلها للولد السيد اللي كان معاه من الجمعة اللي رسلها من الخمسة، وعلمنا لامارين وعلمنا كل شيء ومازال حاجة ما بانتلناش. دروك هذه الدولة وين راهي؟ خاصنا هذه الدولة تجيب لنا ولادنا، تشوف لنا ولادنا وعلموهم باللي قال لهم ها ولا ها وين راه بالميساج وكل شيء. الدولة ما تحركتش كاع، عين الطرق هذه راه مانيش فاهمين. خاصنا يا سيدي الرئيس شوف لنا حل. هذه عين الطرق، هذه عين الطرق راه فيها عصابة كبيرة. هذه العصابة يا سيدي الرئيس شوف لنا في هذه العصابة تاع الشواطئ، قتلوا لنا كاع ولادنا. أنا أمه راهي دروك راهي محروقة أمه. شوف لنا يا سيدي الرئيس سيعتبون، أنا نطلبك يا تبون. ولدي راه غايب أمه راه أكثر مني، أنا شوية أنا اللي بعدني صابر. يا سيد الرئيس يا سيد الرئيس انا خلي امانه، هذه امانه خليها لك. انا بالك الموت راني مريض، بالك الموت خليها لك امانه.